وين بده يكون يعني؟ ماله بالعاده يختفي. لك يا جماعه كانه فص من الحداد. مو مبين له اثر. هاتوا البشاره شباب، هاتوا البشاره. لقينا الاستاذ نجيب. وين؟ الان بالمستودع تحتاني. شلون على الان يعني؟ هلا بلكت الحكي، الحقوني لنطالعه. يلا يلا يلا. استاذ مجيد وين حضرتك؟ احنا انشغل بالنا عليك الحقيقه. استاذ مجيد ايه بسيطه لا تاكلوا هم. بيلزمك شي مساعده استاذ؟ طبعا يلزمني مساعده. بدي اطلع من هون حاسس حالي محاصر يا جماعه. طيب استاذ يعني ليش ما بتطلع من الباب اللي فتت منه؟ بس انا فتت من الباب الوراني. طيب اطلعوا من الباب الوراني. قولك يا بني ادم ما بتعرف انه ممنوع الخروج من الباب الخلفي؟ ليك الارمى قدامك. معلش استاذ مشيها هالمره. اعوذ بالله. شو مشيها ولك؟ شو مشيها؟ قسما بالله ما مشيها ولا بشكل. شو بدك انت ومستعد اقضي بقيه عمري هون بالمستودع ولا خالف قانون انا حطيته؟ يعني اذا ما كنت انا قدوه لكم وتقيدت بتنفيذ القوانين مين بده يكون القدوه؟ مين ولا فهموني لشوف. معك حق يا استاذ، الموقف صعب كتير. طيب اطلع من الباب الرئيسي استاذ. لا شو اطلع من الباب الرئيسي؟ ما انا شايف اللوحة قدامك؟ تصليها منيح؟ طب تصليها؟ ممنوع استعمال هذا الباب. طيب استاذ اطلع من الشباك ونحن بنسناولك من هون. قولك يا اخي انا ما بدي حدا يسناولني، ماني قصير حربي انا، واذا بدي اطلع من الشباك بطلع، بس ما بتعرف حضرتك انه ممنوع فتح النافذة؟ فعلا مشكلة، شو الحل استاذ؟ معقول ضل هيك عصيان جوا؟ ما بعرف، احترتوا الله حيرني، لاقولي حل يا جماعة، أنا حاسس حالي محاصر تماماً، بقت خلاقي. عفوا أستاذ، اجتني فكرة، تسمح لي أولى؟ شو هي؟ يا أستاذ، مو حضرتك المخول الوحيد بهالمؤسسة يلي بسن القوانين والتعليمات؟ بلا حضرتي، شو المعنى؟ يا أستاذ، ما في غير تسنوا قانون جديد، تسمحوا فيه لسيادتكم تطلعوا من هذا الباب. برافو عليك يا بهاء، برافو. ذكرني اصرف لك مكافأة لأنه ما في قدامي غير هيك حتى فك حصاري. ابعتولي ورا الخطاط بسرعة. أمام. ليكني هون أستاذ، جاهز مثل العادة. أصبح وينك؟ إي. اكتب لي لوحة مسموح العبور من باب المستودع على المدير العام فقط ولمرة واحدة فقط. خمس دقايق وبتكون جاهزة سيدي. اشبول خطك شمل، لا تتأنى كتير، دايت خلاقي كتير. حاضر سيدنا. هلا. وهيك منكون ما خلفنا التعليمات ابدا يا جماعه. شو يا جماعه؟ ما بدنا نروح عند المدير العام لحتى نهنيه بالسلامه؟ لكن بلا رايحين، بس ناطرين لحتى يجي الورد، مو حلوه نروح وايدينا فاضي. ليش بعتي تجيبي ورد؟ ايه بعتت ربي يشتري الورد، على فكره رح يجي عليه اسمنا كلياتنا. اصبح من فايك بعدين شو بيطلع علينا. لك خلاص مو يلا يا جماعه وكل ورد جاهز. شركي يلا تفضل. شو ممنوع احضار الورد؟